بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي الكرام بكل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. على بركه الله وتوفيق انطلقنا باول اشواطنا الرئيسيه. الشوط الاول حمل عنوان الابكار، المحليات الاصايل لسن الاذاع وسن الابداع. المسافه هي المقرره، الا وهي الخمس كيلو الحاضره الذي تقدم لهذه الابداعات والانجازات. شوط صار قبل قليل، حمل العديد من الانجازات المستمره، ودعونا نرحب بكم وبحضراتكم الى مسار الشوط. نتعرف مباشره مع مصورنا العزيز المقدمه، هنا تاتي ناريج على مقدمه الشوط، يتابعها عتيج بن عبد الله الرميذي. هذا الشعار الذي تابعناه عن طريق فيت اللقاية وقدم لنا العديد من الانجازات المستمره. ياتينا بالجديد عن طريق الاذاعه المحليات الاصايل. النقله التاليه مباشره، العوده الى بغداد هي الحاضره. السيل بن هيام بن سالم العامري يتقدم بسالم عبر هذه الاثاره. النقله التاليه مباشره، الشاهنيه هي قادمه، يرافقها مبارك بن السيل بن غصنه العامري. نقله على المستوى الرابع والاخذ، جوله مع مصورنا العزيز بن تابع هناك ملوحيه الغادمه. محمد بن خميس بن علي البطيني يتقدم بو حامد بهذا المسار المميز. النقلة التالية إلى المركز الخامس، بنتابع بنتعرف بنشوف الأسماء الذي قادمة، بناخذ إشعارات حشيمة. شاهين بن أحمد بن سعيد المزروعي على المستوى الخامس والمركز السادس. الكايدة تتقدم، عبد الله بن محمد بن مطر الرميذي. هذه الأسماء الذي شاركتنا بالنداء أول رحلة الأبكار، المحليات الأصايل لسن الإذاعة. إلى وين الاتجاه؟ إلى وين الناموس مطلوب يا إخواني؟ رحلة الإبداع والإنجاز، رحلة مميزة لهذا السن نحو الصدارة والإبداع. بعود إلى ذكريات التحرك الأول، ذكريات الإبداع الأول. أريج هي تقود سرب هذا الشوط، مصرة بإصرار الفوز. يرافق عبد الله أو عتيج بن عبد الله بن كسلة الرميثي يتقدم بو عبد الله، يقود لنا هذه الذكريات العديدة. الشعار دائما يقدم إبداع، عندما عاد لنا ذكريات السنين ياتينا بجديدة، ياتينا بإبداع. المركز الثاني بغداد هي القادمة، يرافقها هناك بن هيان العامري. يتقدم السيل بن هيان بن سالم، هالي ميدان الهير وهالي الجبيب، ميدان سويحان حاضر للمتابعة. النقلة التالية الى المركز الثالث بنتابع وصول السلال الشاهنية، قادم الشاهنية من المستوى الثالث. مبارك بن سيل من غصنة العامري يتقدم بسيل، يرافق مستوى جميل. عندما دائما نذكركم بهذا الشعار، غني عن التعريب بالمتابعة بذكريات السنين، يشرفنا بكل ابداع ابو سيل له الشكر والتقدير. النقلة التالية الى المركز الرابع، رافق ان هناك مرمرة يتابعها حمد بن فهد بن عامر الذي تابعنا الكربي بمتابعه، ولكن ارصدنا اشعار الله يا متتابعه. هناك غدوم الجوهره هي القادمه، عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، اشعار بن محمد الذي بديناها مع فئه اللقايه باول اشواطنا عن طريق حكمه، وانتهينا مع اشعار فجر الذي شاركتنا بشوط الختام. هناك تاتينا قدوم جميل ومميز، جوهره هي القادمه. المركز وين؟ المركز الرابع عطري من تحمل رقم سته، عدينا هي اشعار الكربي. المركز الخامس تابع لي اشعار لا يعرف الا النواميس، ارصد ان المركز الخامس
من الجانب الاخر. ولا هناك الغدوم الله يا من تتابع حشيم شاهين بن احمد بن سعيد المزروعي يقدم لنا بن علقة هذا المسار. المركز السادس وصلت الكايدة عبد الله بن محمد بن مطر الرماثي، ولكن شوطة اما بعده الا الانجاز يا اخواني. وين صاحبتي العوايد؟ وين ريج؟ وين الله يا من تتابع هذا المسار، يا من تتابع هذا الابداع. عتيق بن عبد الله بن كسل الرماثي عندما تبعنا بفية اللقاية وحمل اشارة ممتازة قدم لنا السميح بانجازة ياتينا عن طريق ريج. اول رحلة الابكار المحليات الاصايل ليسن الاذاعة، الاتجاه صحيح للغاية، الاتجاه سليم للغاية. وين وين الله عينك يا ابو عبد الله، والله الجماهير غادمين. الاقرب المتابعة هناك بغداد غادمة، السهيل بن هيام بن سالم العامري، وصل عبيد بن نصيب السبوسي. الله يوم تتابع، الامور يبدو لي بالخطر، الامور يبدو لي بالخطر. المركز الرابع عطنا جولة الى المركز الرابع، اشوف وتابع راغب يا متتابع. وين وصلنا يا متتابع؟ يوم صورنا الكيلو غادر. الله الله، فجر فجر فجر. او هناك المركز الاول، اريج اريج العصاب الابطان بدون اوامر تذكر. ولكن المركز الثاني هناك جوهرة قادمة يا اخواني، جوهرة قادمة يا متتابعة بالنصيب السبوسي خطير. الله الله، اروح يا بن كسلة بالنصيب، وصل بالنصيب يبا نصيب بينا موسى شوط. بن كسلة مصر الى الصدارة من يرافق البداية، هنا اريج على البداية يتابعها عتيج بن عبد الله بن عتيج الرماذي يا ممثل السمحة، يا ممثل السمحة. هنا على المقدمة على بداية الشوط، ولكن دير بالك، دير بالك يا بن كسلة، دير بالك. ابو محمد السبوسي قادم، عبيد بن نصيب قادم قادم. الى وين السلام؟ الى اهالي سمحة ولا اهالي سويحان؟ الحوار خطير، الحوار مرير. الله يا ريج، الله يا ريج. ولكن تابع لي المركز الثاني، جمهرة جمهرة او جوهرة على الصدارة. الله لا 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 لا، السلام راح، السلام راح، السلام سويحان سلام. ولكن في اللحظات الاخيرة والله الامور بخطر، ما بين اشعار بن نصيب السبوسي وما بين اشعار هناك عتيق بن عبد الله الرميذي بناخذها من خلال الشاشة. كان دخول جميل مميز، عرض ابداع وانجاز. انتهى هنينا وناموس بالمركز الاول. وهناك المركز الثاني ما بين جوهرة وما بين أريج، كان حوارا مرير وصراعا، ولكن بنتأكد من خلال الشاشة لهم دور بالشكر والتقدير. الزملاء على حسن المتابعة والله قدم من عرض يشكر عليه. ما بين جوهرة ما بين أريج، تهانينا لكل الفائزين، تهانينا لكل المتابعين. هناك بصور العزيز يعيد لنا هذه الكاميرا حتى يعطينا الوصف التفصيلي ما بين المركز الأول والثاني. ولكن وصلتنا وصل هناك الأشعار جوهرة الذي قدمت العرض. سلام لعبيد بن نصيب السبوسي، مشكور أبو محمد على هذا الإنجاز. والمركز الثاني أريج قدمت عرض، أشكر عليه، شكرا لعتيق بن عبد الله بن كسل الرميثي. والمركز الثالث اتصل فيه إذن حاملة رقم 14، تهانينا لشاهين بن أحمد المزروعي المركز الثالث. أما المركز الرابع تهنية لحمد بن فهد الكربي. والمركز الخامس تهاني وناموس لعلي بن جمعة بن سعيد الرميثي. والمركز السادس تحمل الرقم 1 الكايدة عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي. التوقيت الزمني 7:37:60 جزء من الثانية. سلام أبو محمد وتحية.